بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي أول جلسة في اليوم الثاني. الجلسة النهاردة بعنوان The Egyptian Journal of Bronchology. هي بتستعرض أحسن بيبر اتنشرت في 2020 في الـ Egyptian Journal of Bronchology، ويشرفني إن أنا هقدم الأستاذة الدكتورة ولاء موافي، أستاذ مساعد الصدر تمام. في كلية طب طنطا. هتتكلم على الـ Role of Imprint Cytology in Thoracic Endoscopy Suite. اتفضلي يا دكتورة ولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكر أساتذتي القائمين على الـ Egyptian Scientific Society of Bronchology لإتاحة الفرصة إن أنا أقدم البيبر اللي اتنشرت في البرونكولوجي السنة ديت. البيبر كانت بعنوان Role of Imprint Cytology in Thoracic Endoscopy Suite. هو الامبرنت سايتولوجي هو ده تايب اوف رابيد انسايت تكنيك، روز تكنيك. التكنيك ده بيساعدنا ان احنا نوصل للدايجنوزيس في وقت قليل، وبيبقى اكيوريت وكمان بيبقى تشيب. هو البراك جراوند تقريبا ان هو الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي والسيراكوسكوبي اند ار بيزك انترفنشنال موداليتيز فور دايجنوزيس اوف وايد فرايتي اوف بلوروبالمونري ديزيزز. ان سام كيسز وي نيد فاست اند اكوريت ريزلتس فور ديسيجن ميكينج. الفكره جت سنه 27، اثنين ساينتست دوجن اند باتريك فكروا ان هم ممكن ان هم ممكن يكتشفوا المالجنانت سيلز في السبيوتم سمير في الناس اللي هم عندهم لانج كانسر، وعملوا الاستادي ديت على 200 بيشنت، وقالوا ان الريزلتس مبشره جدا، ودي كانت بدايه ان احنا نستخدم السيتولوجي كتكنيك ان انا اشخص بيه اللانج كانسر. بعد كده بداوا يفكروا ان احنا ممكن نستخدم التكنيك ده تو ديفرنشيت بين اذر ليجنز بناين وماليجنانت ليجن، سواء في الليمف نودز او البريست او الثايرويد ليجنز، وكان الاكيرسي بتاعته 95%. بعد كده بداوا يدخلوه في البالمونري سيرجري انترا اوبراتيف علشان يشوفوا الكات سيكشن كلير، او هو حصل كومبليت اكسيجن للماليجنانت سيلز. وبعد كده بدا يدخل الانترودكشن اوف فايبر اوبتيك برونكوسكوبي سنه 68، وبدا بعد كده نشتغل وناخد البايوبسيز از تيشو بدل سيتولوجي. وبعد كده فكروا ان احنا ناخد التيشو دي نعمل لها امبرنت، يعني بصمه خلويه على سلايد، وبعدين نشوف الايه السيلز فيها. فكان الام بتاعنا اللي هو to evaluate the diagnostic accuracy of imprint cytology and its added value to pulmonologist. الميثودز بتاعتنا كانت البيبر بتاعتنا فيها 54 بيشنت، 31 بيشنت كان في البرونكوسكوبيك جروبس، و 23 بيشنت كان في الثراكوسكوبيك جروب. بعد كده خدنا التيشو بايوبسيز منهم وعملنا لهم امبرنت سمير او امبرنت للسيلز ديت على جلاس سلايد، بس ما بنعملهاش كومبريشن، وبعدين بعد كده بنعمل لها فيكسيشن بالالكوهول وبعدين نسبخها. الكلام ده بيبقى باثولوجيست قاعد معانا في الثياتر، اول ما بياخد التيشو بيعمل الايه التكنيك ده. كان ده الديموغرافيك داتا بتاعتنا. كان الميل تو فيميل ريشيو في البرونكوسكوبيك جروب كان 23 to 8، والكلينيكال برزنتيشن كان almost dyspnea hemopsis wheezes. السي تي فايندنج كان معظمهم لانج ام اس، بس كان في لوبر كولابس وكونسوليديشن. اما بالنسبه للثراكوسكوبيك جروب كانوا 23 بيشنت، كان الفيميلز اكتر فيهم اكتر من البرونكوسكوبيك جروبس، وكانوا كلهم بريزنتد بديسنيا بلس فيفر وشست بين. بالاضافه ريجاردنج السي تي فايندنج، كان في بالاضافه للبلورال افيوجن كان في بارينكيمال انفيلتريتس وبلورال نيدولاريتيز اند ماسز. الريزلتس
كان في ريجاردنج البرونكوسكوبي جروب، كان احنا خدنا 17 عيان خدنا منهم كراي بايوبسي، و14 الباقيين خدنا منهم فورسبس بايوبسي، وكان في طبعا سيجنيفيكانت ديفرنس ان سايز بتوين الفورسبس اند كراي بايوبسي، بس ما كانتش ليها سيجنيفيكانس في السنسيتيفيتي اوف امبرنت، وده بيقول لنا ان الامبرنت ممكن يكشف سمول اماونت اوف مالجنانت سيلز في الباك جراوند اوف نون مالجنانت سيلز، لان ما فرقش معانا السايز بتاع التيشو بايوبسي. از ريجاردنج الامبرنت سايتولوجي ريزلتس، كان عندنا بالنسبه للبرونكوسكوبيك جروب 28 عيان كانوا بوزيتيف بالامبرنت وثلاث عيانين كانوا نيجاتيف. لما بعتنا العينات للهيستوباثولوجيكال اكزامينيشن قالوا ان في 30 منهم طلعوا فعلا بوزيتيف، بس في واحده طلعت نيجاتيف بيهم، معناها ان في اتنين كانوا طالعين فولس نيجاتيف بالامبرنت اتشخصوا باي هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن، والفاينل دايجنوزيس كان اكترهم كان سكويموس سيل كارسينوما، علشان هي كان الاكتر السي تي فايندينج اللي كانت موجوده كان لانج ماس سنترال لانج ماس، 11 منهم كان ادينو كارسينوما واثنين منهم كانوا اتيبيكال كارسينويد، والحاله الوحيده اللي هي طلعت بناين كانت اندو برونكيال تي بي، ولما عملنا الروك كيرف طلع السنسيتيفيتي 93% والسبيسيفيتي والبوزيتيف بريدكتيف فاليو كانوا 100% والاكريسيتي او الاكريسي كانت 93%. بالنسبه للثروكوسكوبيك جروب احنا خدنا البايوبسيس بالكبت فورسبس، كان في 18 عيان كانوا طالعين بوزيتيف فور مالجنانت سيلز بالامبرنت، وكان في 5 بيشنت طلعوا نيجاتيف بالامبرنت. لما بعتناهم الهيستوباثولوجيكال اكزامينيشن طلع ان في 19 اتشخصوا بوزيتيف بالهيستوباثولوجيكال اكزامينيشن، وكانت في واحده بس هي اللي طلعت كان طلعت فولس بوزيتيف، والاربعه الباقيين من الخمسه كانوا بناين ليجن اوف بلورا. يعني الفاينل دايجنوز بتاعنا كان ميتاستاتيك ادينوكارسينوما في 16 عيان، والميزوسيليوما كان في 3 عيانين. اما بالنسبه للبناين البناين باثولوجي بتاعنا كان تيوبركلس بلوريسي، وواحده حاله واحده بلورال لايبوماتوزيس. ولما عملنا الروك كيرف على النتائج دي طلعت السنسيتيفيتي بتاعت الامبرنت في الحالات الثراكوسكوبيك بايوبسيس كانت 94%، والسبيسيفيتي والبوزيتيف بريدكتيف فاليو كانت 100%، نيجاتيف بريدكتيف فاليو 80% اند اكوريسي 95%. الكونكلوجن ان الامبرنت سايتولوجي از ان ايزي اند ريلايبل ميثود ذات كان بي يوزد تو بروفايد كويك دايجنوستس فور بوث بالمونري اند بلورال باثولوجي، اولسو ات ديكريزز النمبر اوف باسز. يعني احنا الباثولوجيست بيبقى قاعد معانا في الثياتر، ولما بنطلع ايفن حتى لو في واحده بس بايوبسيز وطلعت بوزيتيف اتشخصت من الاول خلاص احنا ما بندخلش تاني، فده كده بيقلل النمبر اوف باسز وبيقلل النمبر وبيقلل الريت اوف كومبليكيشن للبروسيجر نفسها. اما في الثراكوسكوبي احنا كمان كان ممكن احنا كنا بنعمل، ولما بيطلع بوزيتيف فور مالجنانت سيلز احنا تاني بالضبط أتوانس بنحط الفاكم وبعدين بعد كده بنحط البلوروديزيس على طول. كان الأول كنا بنستنى 7 أيام أو 10 أيام على ما نتيجة الهيستوباثولوجي تطلع، لكن دلوقتي بقينا بنعمل على طول بلوروديزيس أتوانس، وده طبعا قلل لي الهوسبيتال ستي وقلل لي كمان الكمبليكيشن اوف تيوب، وكمان خلى لي العيان يطلع وهو الهيلث الكواليتي اوف لايف بتاعته كويسه. بالنسبه كمان للبرونكوسكوبيك جروب احنا كمان في حالات اللي هي كانت توتال لانج كولابس وكانت عامله اوبستراكشن تو رايت اور مين برونكس، احنا عملنا سيجن كرايوثيرابي ات وانس برده قبل ما بدل ما احنا كنا نستنى الهيستوباثولوجي على ما يتشخص وبعدين بعد كده لما يطلع مالجنس ندخل العيان سيشن تانية ونعمل له كرايوثيرابي. لا احنا بدانا فعلا السيشن اول سيشن كرايوثيرابي ات اللي هي دايجنوستيك برونكوسكوبي سيشن. And thank you. شكرا جزيلا استاذ دكتوره ولاء موافي،
الحقيقة جهد جامد جدا، وعندكم سيتولوجي قوي. اسمه ايه؟ ميرسي جدا. نعم، اسمه ايه الدكتور اللي بيعمل لكم؟ دكتور أيمن السقا. بيعمل شغل جامد. هي انا كنت يعني في الثيراكوسكوبي، في الثيراكوسكوبي دي هتبقى كويسه جدا عشان تقدري بعد كده تعملي فلوريديسيس ان ذا سيم سيتنج، وبرضه انا شايف لو انت تعمليها في التي بي ان ايه هتبقى افضل عشان الستيجنج. مش عارف عملتوها في التي بي ان ايه ما ولا هي لا. الامبرنت لازم تشو تي بي ان ايه روز بقى يعني اسبيريشن. وهي في الاند برونكل ليجن يعني نسبه ان الواحد دي فيلير في الاند برونكل ليجن نسبتها مش كبيره. لو شايف التيومر، الواحد لو ما جابش التيومر هو شايفه ما جابش منه يعني باثولوجي كويس، ده بيبقى في نسبه 5% بس. صح. لكن هو الفايده بتهيألي في الثيراكوسكوبي اكتر. لا، وكمان فادتنا في البرونكوسكوب ان احنا كنا بنعمل كرايوثيرابي على طول ساعتها. طبعا حاجه مهمه في التيم سيتنج. هو الواحد لو شايف اند برونكل ليجن ممكن يعمل له ديسالبتريشن on the same spot لو هو حتى من غير اي حاجه لانها obstructing، سواء ان هو benign او malignant mostly يعني. بس هو انا شايف ان هو الفاليبل اكتر في الثيراكوسكوبي، وحاجه جميله جدا جدا. وجود لك دايما كده. دكتوره سلوى هتقدمي حاجه انتوا مع بعض؟ طيب نشكر برضو دكتوره سلوى عاطف اللي هي الكو اوثر في البيبر دي. هي البيبر اللي بعد كده كان هيبقى الدكتور احمد غريب، هيتكلم على الـ deleterious effects of chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea pathophysiology and implication on treatment. بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I have to thank the organizing committee for inviting me to this congress. In this presentation, I will be describing briefly the latest evidence concerning the relationship between obstructive sleep apnea and COPD, which has been recently published in the Egyptian Journal of Pneumology. I have no conflict of interest to disclose. In my presentation, I will give a quick overview on the definition, the prevalence of this association. I will also highlight the pathophysiological links and the clinical consequences related to the to this association between the two diseases. Finally, I will focus on the current tool for early detection, diagnosis, and treatment modalities. Regarding COPD, COPD is a common preventable and treatable disease characterized by persistent respiratory symptoms that are usually progressive and evolve on a background of local and systemic inflammation, carrying considerable morbidity and mortality. Interestingly, studies have shown increased nocturnal mortality during COPD exacerbations, with around 70% of death occurring between midnight and 8 a.m. Around 10% of the world population over 40 years has COPD, with similar prevalence figures reported in Egypt. On the other hand, obstructive sleep apnea is the most common sleep disorder and characterized by episodes of complete or partial obstruction of the upper airway, leading to intermittent hypoxia, frequent arousals, and daytime sleepiness. The condition is highly correlated to obesity and is associated with many comorbidities such as hypertension and myocardial infarction and increased all-cause mortality. In Egypt, obstructive sleep apnea remains largely underdiagnosed, and data regarding the existence of the extent of the disease is still limited. In a study conducted at the Cairo Center for Sleep Disorders and included the largest number of patients referred for polysomnography, found that 83% of the patients had obstructive sleep apnea, agreeing with similar results elsewhere in Asia. All of these studies were retrospective and single-centered and cannot be projected on the entire population, but at least they confirm that obstructive sleep apnea is the most sleep disorder encountered in Egypt, as special attention must be given to it. The coexistence of the two disorders is often termed as the overlap syndrome, with important clinical and therapeutic implications. Whether COPD predisposes to obstructive sleep apnea or vice versa is an open question, as this overlap illustrates the challenges of trying to determine the prevalence of such a disorder. Many studies investigated the prevalence of the overlapping obstructive sleep apnea and COPD respectively, with highly variable prevalence figures reported depending on the diagnostic techniques employed, but with more than half of patients with COPD found to have obstructive sleep apnea.
it is also possible that there may be no increased risk of either disease or the other, as various studies investigating the prevalence of the overlap syndrome in the general population agreed that this association is due to chance, simply because both diseases are highly prevalent rather than a hypothetical pathophysiological link between the two affections. Regarding the overlap in Egypt, to my knowledge, only three studies while assessing comorbidities associated with obstructive sleep apnea noted different prevalence figures of COPD among their patients, varying between 4% and 16% in the two studies published in 2019. Physiological adaptations occur during sleep with direct effects on respiratory control, respiratory muscle function, and lung mechanics. These physiological adaptations do not produce clinically significant changes in gas exchange in normal subjects who have high oxygen reserve. But in patients with COPD, with limited oxygen reserves, however, these changes are further amplified by other factors contributing to hypoxemia, in particular during REM sleep. In fact, hypoxemia would be further deteriorated in the overlap syndrome. In patients with the overlap syndrome, they show intermittent hypoxemia, but typically remain hypoxemic between episodes of apnea and hypoapnea, thus demonstrating intermittent desaturation from a baseline hypoxemia. As we all know, COPD is not a uniform disease, but a spectrum of clinical phenotypes, either a predominant emphysema or a chronic bronchitis phenotype. The association of obstructive sleep apnea with the predominant emphysema may be low, as least recent evidence showed that lung hyperinflation lowers the critical closing pressure of the upper airway during sleep, thus protective from obstructive sleep apnea. Conversely, the predominant chronic bronchitis phenotype may predispose to a higher likelihood of obstructive sleep apnea for the following reasons. Most commonly, the high body mass index and the chronic use of steroids that may increase neck size, with the high prevalence of core pulmonary leading to peripheral fluid retention, predisposing to upper airway collapsibility. Conversely, obstructive sleep apnea could contribute to the development of COPD as well as the symptoms of COPD, as obstructive sleep apnea can lead to both local and systemic inflammation. Indeed, higher level of inflammatory mediators are seen in patients with COPD, and inflammation can not only reduce the airway lumen, but it can potentially lead to alveolar wall destruction. The increased measures of systemic inflammation and oxidative stress, along with hypoxemia, widely reported in both COPD and obstructive sleep apnea, represents an important contributing factor to the development of cardiovascular disease. Additionally, it was demonstrated that patients with both obstructive sleep apnea and COPD have higher sympathetic activity and low parasympathetic activity, which provides an additional potential mechanism for cardiac disease. Not surprisingly, the data from Western cohorts reported that patients with the overlap syndrome died often from cardiovascular events than patients with either COPD or obstructive sleep apnea alone, with pulmonary hypertension recognized as more prevalent in patients with the overlap syndrome when compared to either disorder alone. Recently, the presence of the overlap syndrome was associated with high frequency of hospitalizations from COPD exacerbations, severe respiratory symptoms, and low quality of life, thus increasing all-cause mortality compared to those with just COPD alone. The diagnosis of the overlap syndrome can be challenging. Three important components need to be considered: a detailed clinical history, physical examination, and an objective overnight polysomnography recording that remain by far the gold standard to diagnose obstructive sleep apnea and obstructive sleep apnea COPD overlap, particularly in patients who are presented with mild COPD but with evidence of pulmonary hypertension or daytime hypercapnia, disproportionate to the respiratory impairment. However,
due to the limited availability and the high cost of polysomnography, careful evaluation of suspected patients is required. Thus, questionnaires to screen and determine the probability of obstructive sleep apnea will develop, but none is accurate enough to replace polysomnography. The management of patients with the overlap of COPD and obstructive sleep apnea should take into account optimum management principles for each separate disorder and should reflect the balance of the two disorders in the overall clinical presentations of each patient. To date, CPAP therapy is the most effective treatment for overlap syndrome. In their study, Marine et al. found out that treatment with CPAP not less than 4 hours per night reduced the apnea-hypoapnea index, thereby improving oxygen saturation during sleep and was associated with decreased hospitalizations and risk of death. Accordingly, CPAP therapy has been coined with prolonged survival and better health-related quality of life in patients with overlap syndrome. Clinicians should keep in mind the clinically significant deleterious effects on sleep quality and pulmonary functions, cardiovascular morbidity in patients with COPD, obstructive sleep apnea, overlap. The appropriate use of CPAP treatment leads to significant benefits to the health-related quality of life and long-term survival in patients with overlap syndrome. Finally, future research is essential to evaluate the prevalence and the clinical outcomes of the coexistence of both diseases, in particular regarding the potential impact on the quality of life and treatment modalities in Egyptian patients. Thank you. نشكر الأستاذ الدكتور أحمد غريب على المحاضرة الجميلة. ودلوقتي هنقدم الدكتورة ريهاب برضو, هي virtual. The role of convex probe in the bronchial ultrasound guided transbronchial needle aspiration in the diagnosis of Hyler and mediastinal lesion. وأنا كنت كوأسر معاه بالصدفة في البيبر دي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dr. Rahab Maher. I am an assistant professor of pulmonology at Ain Shams University. I would like to thank the Egyptian Scientific Society of Bronchology for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dr. Rahab Maher. I am an assistant professor of pulmonology at Ain Shams University. I would like to thank the Egyptian Scientific Society of Bronchology for inviting me to share this work. The role of convex probe endobronchial ultrasound guided transbronchial needle aspiration CPEBUS guided TBNA in the diagnosis of Hyler and mediastinal lesions. Aim of the work. The aim was to evaluate the utility of the convex probe EBUS guided TBNA in the diagnosis of Hyler and mediastinal lesions, whether lymph node enlargement or masses. Patients and methods. 25 patients presenting with undiagnosed mediastinal or Hyler lymph node enlargement or masses that are situated around the tracheobronchial airways as observed in their contrast enhanced CT scans were recruited. And for all, CT EBUS guided TBNA was performed under general or local anesthesia as a diagnostic tool. EBUS-guided TBNA was performed using real-time ultrasound processor that is on the right side of the picture and a convex probe bronchoscope which is seen on the left side of the picture. The procedure time from the introduction of the bronchoscope to termination depended on the number of needle passes, which ranged from 2 to 7 per procedure, also the time needed for the slide preparation and the patient cooperation, especially if local anesthesia was applied. The time ranged from 30 to 45 minutes. If endobronchial lesions were seen, they were biopsied and sent for histopathology as well. No procedure-related complications were recorded apart from self-limited bleeding requiring no interference. And this is a 3-minute overview video for the procedure.
EBUS TBNA Procedure Overview. Once a lymph node station is targeted for biopsy, an ultrasound image must be obtained. In order to obtain an ultrasound image, the ultrasound transducer must be coupled to the airway wall. Achieve coupling through direct contact between the tip of the bronchoscope and the airway wall, or couple the saline-filled balloon with the airway wall. If suboptimal coupling occurs, reverberation artifact may be seen. To correct, adjust position or carefully add more saline into the balloon. Once the ultrasound image is obtained, ensure that the EBUS scope is in neutral position prior to insertion of the Olympus VisiShot EBUS TBNA needle. Then insert the needle through the working channel and secure the needle on the scope. Push the connecting slider to the lock position until it clicks. Unlock the sheath adjuster knob and adjust the sheath to be visualized in the endoscopic view. Tighten the screw. Next, flex the scope to re-engage with the airway wall and locate target area on the ultrasound image. Release the needle adjuster and advance needle into the target. Remove the stylet and attach the prepared syringe on the aspiration port. Turn the stopcock on the syringe to the parallel position to apply suction. Move the needle slider back and forth in the target area several times. When finished, release suction by turning the stopcock 90 degrees and remove the syringe from the aspiration port. Retract the needle into the sheath until it clicks. Push the lever to lock the needle adjuster. Place the scope in neutral position. Release the connecting slider to unlock the needle from the scope and remove. Repeat this process several times at each target and remove the bronchoscope from the body at the end of the procedure. As regards the results of our study, the most frequently punctured lymph node stations were the subcarinal 21 times, the left lower paratracheal and the left hilar 10 times each, the right hilar 5 times, and the right lower paratracheal 3 times. The most frequently punctured sites were the left main bronchus 25 times, the right main bronchus 6 times, and the left lower paratracheal 5 times. As for the detection rate, or in other words, the diagnostic yield of the EBUS-guided TBNA, the procedure reached a definitive diagnosis in 83% of malignant cases, 77% of sarcoid cases, and 100% of the tuberculous cases. The overall diagnostic validity of the EBUS-guided TBNA was an overall sensitivity of 83%, specificity 100%, positive predictive value 100%, negative predictive value 33%, and an overall diagnostic accuracy of 82%. The disease-specific diagnostic validity of the EBUS-guided TBNA
The results showed 83% sensitivity in malignancy, 77% in sarcoidosis, and 100% in tuberculosis. The procedure showed 100% specificity and positive predictive value in the three diseases, whereas the negative predictive value was 86% in malignancy, 89% in sarcoidosis, and 100% in tuberculosis. Finally, the EPOS-guided TBNA had a diagnostic validity of 92% in both malignancy and sarcoidosis, and 100% in tuberculosis. Conclusion. EPOS-guided TBNA is a minimally invasive, safe, yet still underutilized diagnostic technique with adequate diagnostic yield. A nationwide application in the field of diagnostic bronchoscopy should be encouraged. Thank you very much and hope to see you again. نشكر الأستاذ دكتور رحاب ماهر على البرزنتيشن بتاعتها وفي اثنين ما جوش انا بقى هتكلم انا على الايجيبشن جورنال اوف برونكولوجي يير 2020 ريفيو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب باساتذتي وزملائي الاعزاء. هو هنتكلم على ايجيبشن جورنال اوف برونكولوجي يير 2020 ان ريفيو. هي سنه خاصه في البرونكولوجي في مجله البرونكولوجي عشان احنا غيرنا الناشر ايمج ان احنا نبتدي بدايه جديده ونحسن السكور بتاعنا ان شاء الله. الايجيبشن جورنال اوف برونكولوجي هو ابتدى طبعا بفكره من الاستاذ الدكتور طارق صفوت في مارس 2007 وفضلنا ان احنا نعمل برينتبل بابليكيشن لوكال كده جوه مصر لغايه 2013. في جولاي 2013 خدنا انترناشنال بابليشر اللي هو الكاد ميد نو وفضلنا مع ميد نو 7 سنين لغايه مارس 2020 قلبنا بقى السبرينجر اوبن طبعا نشر اقوى علشان ان احنا عاوزين نخش في السكوبس عاوزين نخش في الحاجات اللي هي السكورنجز الرانكينج الاعلى فغيرنا الناشر ده من اول مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 اتحطينا في الدايركتوري في اوبن اكسس جورنال لاول مره. هي الفكره طبعا بتاعت المجله كلها كانت من الاستاذ الدكتور طارق صفوت طبعا رئيس الجمعيه والاديتور ان شيف. احنا طبعا هي مجله بتعبر عن الايجيبشن ساينتفك سوسايتي اوف برونكولوجي الناشر بتاعها اللي هو السبرينجر اوبن وهي برضو من المجلات اللي سايتد في الايجيبشن نوليدج بانك جورنالز. البيت انا طب بتشرفني ان انا اكون المانجنج اديتور بتاع المجله ومعايا هاندلنج اديتورز الدكتور عمرو شكري والدكتور ايمن بعيس والدكتور محمد حنتير. طبعا كل دول اديتوريال بورد. الاديتوريال بورد طبعا من جوه مصر ومن خارج مصر عندنا 11 واحد من خارج مصر والباقي من مصر. السكوب طبعا ان هي طبعا هي اوبن اكسس جورنال كلنا عارفين ان هي عكس ما الناس متصوره ان هي بس في البرونكوسكوبي لا هي في البرونكولوجي عموما امراض البرونكولوجي اللي هي الايرواي ديزيزز وذر ان هي بناين اوبستراكتيف ايرواي ديزيز او مالجنسي والبالمونولوجي وبالذات الريليتد دايجنوستيك وثيرابيوتيك انترفنشنز. بالذات احنا بنهتم من الارياز اوف انترست بتاعتنا اللي هي الانترفنشنز سواء دايجنوستيك او ثيرابيوتيك انترفنشن وبرضو عندنا رول في السليب والكريتيكال كير ميديسن. هي طبعا السبميشن از بتاع ده بناخد اوريجينال فيرجن او ريفيو او كيس ريبورتس او كومنتريز او لتر تو ذا اديتور. الاوبن اكسس جورنال طبعا هي ميزه الاوبن اكسس جورنال ان انت وانس البيبر ودي الميزه في الاوبن اكسس ان وانس البيبر بتبقى قابله بتبتدي ان هي يحصل لها بروسيسنج وتتنشر في ساعتها ما بنستناش فوليوم. يعني اللي هي الجورنالز العاديه بتستنى فوليوم تجمع مثلا سي 50 بيبر وتنزل الفوليوم او بتنزل كل 3 مرات في السنه لكن الاوبن اكسس جورنال عندهم ميزه ان انت بتطلع فوليوم للسنه كلها فانت اول ما البيبر تبقى اكسبتد بيشتغل خلال 20 يوم تبقى موجود على النت ودي مش دي ميزه الاوبن اكسس جورنال عن اي جورنال تاني. واهم حاجه موجوده طبعا في الايجيبشن جورنال اوف برونكولوجي ان هو نو ارتكل بروسيسنج تشارجز احنا ما بناخدش فلوس. دي ميزه كويسه ولغايه دلوقتي يعني مع الدكتور طارق بنجاهد مع ان احنا نوجد لها تمويل لان طبعا في مجلات تانية ممكن تاخد 1500 جنيه وفي 2000 جنيه ارقام كبيره لكن احنا الحمد لله لغايه دلوقتي قادرين
طبعا عن طريق ان احنا بنجيب دعم خارجي ان احنا نساعد ان احنا نعمل نو ارتكل بروسيسنج تشارجز. وصراحه كمان المحكمين بيساعدونا لان طبعا برضو بيحكموا من غير تشارجز, فدي حاجه مهمه جدا. البير ريفيو بوليسي عندنا انترناشونال بير ريفيو بوليسي من الطابع الانترناشونال ستاندرد. طبعا بيبقى فيه اتنين ريفيورز مش وان ريفيور, وبعد كده هو في الهاندلنج اديتور بيقرا, يبقى ده الثالث بيبقى في الهاندلنج اديتور بيقرا, وبعد كده بعديهم انا بقى المانجنج اديتور او الدكتور طارق برضو. فاحنا كده البيبر تقريبا باربعه بيبصوا عليها خلال البروسيس بتاعتها. طبعا ان هي الايديتوريال بوليسي ان هي وانس الاكسبتد بتبقى بروسيس للبرودكشن وببلش شورتلي افتروردز. بعض البيبرز ممكن لو فيها مشاكل, لكن الغالب العام ان هي فيري شورتلي. وان هي طبعا احنا ابريشيتنج ابيلز وكومبلينز, لو واحد بياخد ريجكشن وبيقدم ابيل او ريجكشن وحصلت ان هو يقول لنا ايه سبب الريجكشن, احنا اوريدي بنحطه, لكن ده مهم. وطبعا الريجكشن احنا عندنا نسبه الاكسبتنس 68% في خلال اللي هي 2020 عندنا نسبه الاكسبتنس 68%, وده ماشي مع الانترناشنال ستاندردز. هو المفروض ان انت تقبل 70% من اللي بيجي لك, واحنا يمكن ابتدينا مع السبرينجر يعني هم عندنا حاطين جايد لاينز وفي بيبر بيقفوا معنا فيها على اساس ان احنا عاوزين نخش في رانكينج اعلى, فلازم نعمل ستريكت يعني ميجرز عشان نقدر ان احنا نتقبل البيبرز. ويمكن بعض الناس بتزعل من القصه دي, لكن هي احنا بنحاول نحسن المجله عشان نحسن الرانكينج, فالمجامله فيها بقى صعب. زي الاول كان ممكن نجامل, لكن دلوقتي بقت صعب قوي قصه المجامله فيها عشان نرتقي بالعلم ونرتقي بنفسنا. ايه البنفيتس ان انت تعمل ببلشنج؟ طبعا هي هاي فيزيبيليتي كسبرينجر اوبن دي ناشر اعلى من اعلى الناس اللي موجوده ومن اعلى احسن من ميدنو اللي احنا كنا بننشر فيها قبل كده, ويعتبر من الليدرز في الناشر العالميين. السبيد ببليكيشن, وطبعا في فليكسيبيليتي, هم عندهم بيعملوا بروموشن للبيبر لو البيبر حتى انت شفت ان هي نان انترست ليك, هم بيعملوا سويتش لاذر جورنال. ممكن انا اما بيبر جايالي وانا شايف ان هي اوريدي اتنشرت عندي قبل كده, فانا مش بس ما برفضهاش, لا انا بحولها لسبرينجر اوبن, يحولها لجورنال تاني من ضمن الجورنالز اللي عندهم. ممكن يكون عندهم فرصه تانية عشان ما يبقاش فيه تكرار عندي, لان انا ممكن افكار في مصر او في اي حته في العالم ممكن تبقى متكرره كتير, فانا مش عاوز اكرر في المجله بتاعتي عشان اخد رانكينج, فبحولها لحته تانية. ودي ممكن تبقى ميزه كويسه عشان الواحد البيبر بتاعته مش بيترفض, لا احنا بنساعده ان احنا نحولها لحته تانية. او حتى اللي بنعملهم ريجكشن بنقول لهم يحولهم, وبنكتب كمان الكومنتس بتاعتنا بتبقى محطوطه عشان لو راحت مجله تانية يبقوا عارفين الكومنتس. فدي كلها طبعا ميزات في حكايه مع السبرينجر اوبن. وان هي الكوبي رايت طبعا زي اي مجله في الدنيا ليها كوبي رايتس. احنا عملنا في اول يناير 2020 عشان نغير الناشر, فعملنا سبيشال اديشن في 2020 طبعنا فيه 34 بيبر. وبعدين من ساعه ما ابتدينا من مارس لغايه دلوقتي مع الكورونا ومع كل القصه دي عملنا 45 بيبر. فلغايه دلوقتي لغايه يعني انا وانا بحضر المحاضره كان 44, وبعدين بالليل بخش تاني بقى ايه بقى 45. فهو ده يعتبر رقم غير مسبوق في سنه واحده ان احنا نقدر ننشر كل ده. هو كان مجهود كبير, ويمكن بعد ما عدلنا وكبرنا الإديتوريال بورد كنت انا بس الاول مع الدكتور طارق, لكن جبت بعد كده الدكتور حتيره والدكتور ايمن بعيس وعمر كان معانا فتره من الفترات بقى له 6-3 سنين عمر معانا, فيمكن ده ساعدنا ان احنا نعمل القصه دي. طبعا وبعدين عندنا كمان بيدونا الموست سايتد اللي الناس دخلوا عليها. ففي خلال انا بقى بتكلم الموست سايتد في حكايه من مارس لغايه دلوقتي, الموست سايتد هم البيبرز ديت. تاني حاجة كل شهر بيدونا, ويمكن فيه كم بيبر كتبها إديتوريال للدكتور جبار ربيع, خدت من أحسن البيبر سايتد على السبرينجرز كلها من كاتب إديتوريال. الحقيقة ده بيبقى كويس جدا, لأن ده بيبقى ببليكيتد على كل المستوى الناشر على السبرينجر على كل مستوى العالم يعني. بس وثانك يو فيري ماتش, وإحنا بنرحب بأن أي حد ينشر عندنا, واحنا فلكسبل, ويتصلوا بيا شخصيا او بدكتور طارق او اي حد من الاديتوريال بورد, عشان يعني في الهدف خدمه العلم وان احنا نرتقي بالعلم. ومهم جدا قصه الواحد القصه كلها في حاجات بتترفض بمثلا 4 مرات الجايد لاينز بتاعه المجله, ان هي تكتب بالجايد لاينز. الناس عاوزه تكتب بالطريقه اللي هي متعوده عليها او زي ما كانت بتقدم في مجله تانية او بطريقه تانية, لا هو الجايد لاينز في الاول اللي بيشوفها مش انا اللي بشوفها, اللي بيشوفها بتاع سبرينجر كتكنيكال. فممكن تترفض تكنيكال بسبب ان هو كاتب الريفرنس بطريقه مش مظبوطه, او ان هو ابسط حاجه كل التيبلز في مصر دي بتجنني, كل التيبلز مكتوبه مش محطوطه الفوت نوت بتاعتها,
التيبل المفروض ما بتتحط لازم انت بيقولك لو انت سحبت التيبل دي وحطيتها في اي حتة لازم الناس تعرف تقراها. فحتى لو انت كنت كاتب الابريفيشنز قبل كده في التكست لازم تبقى حطيتها في الفوت نوت يعني في من تحت القصة دي لوحدها بتبقى مشكلة رايح جاي وهم ساعات ممكن يلغوا القصه دي لان بعد مرتين لو قالوا للكانديديت ان انت بعد مرتين ان انت ما غيرتش بيرفضوا القصه دي. ففي حاجات بسيطه بتبقى موجوده جدا الابريفيشنز. تاني حاجه برضو الانجليش لانجويج دلوقتي فيه هم عندهم برضو من ضمن الحاجات اللي ميزات على سبرينجر ان انت ممكن تخش عندهم سايت ان هم يحسنوا لك الانجليش في كتابه البيبرز لو انت عاوز. وده في حاجات منه فري اوف تشارج وفي حاجات منه بتاع ده طبعا بتشارج. فدي مهمه برضو ان احنا نقدر نساعد فيها. فان شاء الله ربنا يوفقنا ومساعده اساتذتنا والناس كلها ان شاء الله نرتقي. شكرا جزيلا.